اليوم التشالنج بيتضمن بس حركتين ما تستغربوا كتير، اربع جولات عنا. الحركات منهم هينين ابدا، بيشغلوا كل شيء، المعدة، ظهر، اجرين، ايدين، كارديو، كل يعني كل شيء ممكن، باكج كلها كاملة. اول حركة عنا اياها 10 مرات، ثاني حركة مقسومة اثنين، عنا الابس فليترز 5 مرات والبوش اب مع السويتش لاكس كمان 5 مرات، جملتهم سوا مع بعضهم. انا رح بلش عندي مع الوقت الدمبل تبع السكوات فورورد باكورد، هن 3 كيلو، فيكم انتم تستعملوا حالة وزن بتحسوا فيه، ما ضروري تحسوا بالثقل، بس انه يكون شوي صعب عليكم انه تعملوه بلا وزن. ويلي ما عنده الوزن اكيد مش متوفر عنده، كمان رح تستفيدوا حتى لو ما حملتوا دمبلز. انا رح بلش عندي بالوقت وما بوقف الا لخلص. اوكي رح بلش. سو اكيد ما تنسوا كمان تعملوا التحميه اللازمه قبل ما تبلشوا، تكونوا حاسين حالكم انكم انتم مستعدين انكم تبلشوا التمرين بدون اي اذيه. سو رح احط التايمر ورح بلش. أربعة خمسة نتائج الجولة الثانية. واحد أربعة بعد واحدة خمسة ننتقل للجولة الثالثة ونبلش. 1 2
وصلنا رابع واخر جولة منبلش. Guys, sorry, تنكشت. هذا كان تشالنج لهالاسبوع، عملته بسبعة دقائق 48 ثانية. بهمني اعرف انتو قد ايه عم تقدروا تعملون، في حال عم تعملون، وإذا ما كنتوا عم تعملون بتمنى يكونوا دافع لإلكم لحتى تبلشوا بحيالة تمارين تقدروا تعملوها. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب عندي على اليوتيوب كريتا تساكين اوفيشال، وما تنسوا انه هدول التمارين كلهم ملخص صغير لبرنامج ال 90 يوم جي بودي 90 داي بروجرام، بتلاقوه عندي على الويب سايت www.grettatassakion.com، وانا اكيد بشوفكم الاسبوع الجاي. تشاو.